مرحب حبايبي، اليوم بدنا نعمل انا وياكم طريقه تحضير عجينه كتير كتير سهله وبسيطه وكتير طريه وروعه وبدون خميره ابدا. وعملت منها هي زيت العجينه، عملت منها مناقيش بزعتر بجبنه وفطاير بجبنه فطاير البيتزا وكمان كشك. بنفس العجينة عملت هيدول الأربعة، وممكن بتقدروا تعملوا لحمة بعجينة وأي شيء أنتوا بتحبوا تعملوا. عجينة كتير كتير طيبة وسهلة وبسيطة وناجحة وما بدها خميرة. إذا ما متوفر عندكم الخميرة ممكن تعملوا هيدا العجينة، كتير كتير ناجحة كتير طيبة. ومثل ما قلت لكم عملت فيها عدة أنواع. واو سخنة. هيدا شكل، شايفين عجينة كتير طيبة وبسيطة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط 4 أكواب طحين، 2 3 4. حطيت 4 أكواب طحين، ملح، بنحط مي فاتر، بحط شوية مي أنا وعم بعجن لتصير عنا عجينة متماسكة مع بعض. وهذه العجينة على فكرة هذه العجينة فيكم تعملوها تعجنوها كمان بالإيد ونفس الطريقة بتعملوها، بتحطوا شوية مي. صارت عنا العجينة متماسكة بهيدا الشكل. هلأ بدنا نحطها بجاط. بغطيها ترتاح حوالي نص ساعة. بعد ما ريحتها للعجينة بدنا نباشر بتشكيلها أنا وياكم. بسم الله. عجنها شوي. بدي اعمل الخبز، اعملها بولات تقريبا بهيدا الحجم. رح اشتغل بهول البولات وبرجع بكفي الباقيين. هيدي نحطها على جنب.
بحمل مقلية بتأكد منها انه حميت منيح. هلأ بحط العجينة بقلبها. بسم الله. بقلبها على الجهة الثانية. بتأكد إذا استوت من الأسفل. أيوة هيدي هي الخبزة المطلوبة. هيدا الشكل اللي منا إياه. هيدي من الأسفل. هلأ بشيلها بحطها على قماشي. شايفين اسم الله شكل كتير بشهي. هول الخبزات اللي عملتهم انا وياكم بهيدا الشكل، كتير طرايا ناجحين وكتير رائعين. بدنا نعمل انا وياكم شي ندهن زعتر، شي نحشي جبنه، كمان عده نكهات بدنا نعمل بهيدول الخبزات اللي عملتهم انا وياكم. بنحطهم على جنب. اول شي عنا الكشك، بندوره، بصل، كشك. بحط شوي مي شي بسيط، زيت نباتي، وبخلطهم مع بعض. بحطهم على جنب. عنا هون شراب حبق، هيدا الحبق بشتريه مرطبين من السوبر ماركت، وفلفل حار. بخلطهم مع بعض، كمان بحط مي شي بسيط بس انه اقدر خلطهم مع بعض. بعد رح حط شوي مي. بحطهم على جنب. بدنا نعمل كمان زعتر نفس الشي. هلا بدنا نبلش انا وياكم بالطرق اللي بدي اعملها. اول شي بدنا نقص الخبزة عشان نقدر نفتحها بالنص. هيدي شو رح اعمل؟ رح احط بقلبها كشك. نحط الكشك. بسكرها وبحطها بالساب بالتوستر. بنسكر التوستر عليها. بدنا نقص الخبزة نحاول نفتحها. هاد الخبزة فيكم تستعملوها للمشاوي، لأي شيء، للفول، لكل شيء ممكن بتقدروا تستعملوها. فتحناها لهيد الخبزة بهيد الطريقة. بدهن عليها الصوص اللي عملته أنا وياكم. هادي بتعطينا نكهة البيتزا كتير روعة. وبحط بقلبها جبنة موزاريلا. بسكرها وبحطها كمان مع الكشك بالتوستر بالساب. هيدي بدي ادهنها زعتر. بحطها على جنب. هيدي رح حط عليها جبنة. هيدي الفكرة إذا كنتوا عاملين هيدا الخبز وإجا عبالكم تعملوا مناقيش بتعملوهن بهيدي الطريقة.
كمان ما بياخد معكم وقت تحضير المناقيش بهيدي الطريقة. حطينا الجبنة، هلا برش سمسم. الجبنة والزعتر شو بعمل؟ بحطهم بالفرن، حامل الفرن من الأعلى فقط لحتى تذوب الجبنة والزعتر يتحمر شوي. هولي الفطاير والمناقيش اللي عملتهم أنا وياكم بعجينة بدون خميرة. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.